السلام عليكم. النهارده ان شاء الله هنعمل ديكور حلو. الديكور ده يا جماعه اصلا بيتعمل بالخشب، يعني بيجاب الخشب كده وبيتقص بالشكل اللي احنا هنعمله، ولكن بما ان في ناس ما بتعرفش تعمل الحكايه دي بالخشب وعايزه تعمل الديكور ده او حاجه قريبه منه بس بحاجه سهله، فاحنا النهارده ان شاء الله هنعمله بحاجه سهله وهنديله برضه بعد او هنديله شكل 3D بحيث اللي يشوفه يحس ان الرسمه دي فعلا بارزه على الحيطه او فعلا خشب. يلا خلونا نشوف. في البداية هناخد المتر بتاعنا ونبدأ نقيس نص الجدار بالظبط ونعمل علامة منتصف الحيطة بتاعتك، ومن تحت نفس الحكاية، من كل ناحية هنقيس منتصف الحيطة. هناخد أي مسطرة ونبدأ نوصل العلامات اللي احنا عملناها. خلونا نبدأ ناخد 30 سنتي، هنثبت كده تمام، وعندي 30 سنتي كده وهنعمل علامة. هناخد لزق 2 سنتي ونوصل العلامات اللي احنا عملناها دي باللزق. طيب هو انت لو هتشتغل على حيطة كبيرة اشتغل بلزق اللي هو الكبير اللي هو 5 سنتي اللي هو اللي زي ده، لكن انا ده يعني زي ما نقول كده اعتبر ان دي سبورة وانا بعلمك حاجة. المقاسات اللي انا هعملها تعملها على اكبر حيطة عندك، بس هتكبر مقاساتك انت، كل اللي هتعمله تتبع الخطوات لكن المقاسات هتكبرها. هنبدأ ناخد واحدة أصغر، هناخد اللزق ومن الضلع ده يا جماعة كده هنثبت وهنوصل كده تمام، هنمشي مع اللزق يعني بحيث اللزق يكون مظبوط بالشكل ده، ومن هنا برضو نفس الحكاية. هنيجي هنا كده وهنسيب مسافة تمام، وهنلزق لزق كده وحزات اللزق ده ثابت نفس الحكاية. هنبدأ ناخد نقسم المساحة اللي قاعدة على 2. أنا شغال يعني يا جماعة بالتجريب، لأن المساحة اللي عندي أصلا صغيرة فمش مغلباني، فأنت تشتغل مساحة كبيرة تشتغل بالمقاسات أفضل تمام، مش كده شغال بالتجريب وهي تطلع معايا كويسة، لأن أنا بوازن بالنظر بين اللزق والتاني. لكن أنت على الحيطة بتاعتك الكبيرة اشتغل بالمتر والمقاسات مفيش مشاكل. زي ما عملنا فوق ده نبدا ناخد لزق هنا برضو. طبعا قلنا الكلام ده بيتعمل بخشب، فانت برضو لو عندك القدره ان انت تعمله خشب، ده خشب مناسب مثلا، ده اسمه خشب باكيتا تمام، رخيص نسبيا، ممكن بدل اللزق ده تخط التخطيطه دي بتاعتك بقلم وتدق الخشب او تلزقه بسيليكون عظم مثلا تمام. عايز تعمل باللزق مفيش مشاكل برضو. هنبدأ نساوي الأشكال بتاعتنا دي بالكتر وهنشيل الزوايد كلها في الشكل كله، أي زوايد أي أشكال مش مرغوبة هنشيلها. بعد كده هناخد لون كحل اللي هو أبيض وأزرق وأسود وهنبدأ ندهن المساحة. طيب أنت لازم تدهن بكحل، مش لازم تدهن بكحل ولا أي لون من الألوان اللي أنا بدهن بيها، أنت ممكن تشتغل بلون أغمق من لون الحيطة وخلاص على كده، أيا كان اللون اللي أنت عايزه هينفع مفيش عندك أي مشاكل. بعد كده هناخد سبراي باللون الاسود وهنبدا نرش على اللزق، قد لا يكون باين يعني في الكاميرا بس هيبقى ظاهر معاك. كده يا جماعه نكون وصلنا لنهايه الفيديو بتاعنا ونهايه الدرس بتاعنا. اتمنى الدرس يكون عجبكم، ديكور مودرن وراقي وحلو ويعني شكله مش مزعج ولا حاجه، تقدر تعمله في اي مكان. لو عجبكم الكلام ده يا جماعه اعمل لايك واعمل لنا شير. وفي ناس ممكن تسال طيب انا لو عايز اعمل نفس الديكور ده بس عايز اعمله بنفس لون الحيطه مثلا، الحيطه عندي لونها اصلا كحلي او لونها اسود بس انا عايز اعمل نفس الباترن ده،
طبعا الكلام ده احتاج درس تاني واحتاج شرح تاني. استنونا في درس جديد. شوف حالكم على خير ان شاء الله في درس قادم، في قرار قادم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.